بص يا ميدو، هو المباراه عامه في الشكل العام مش هو ده اداء النادي الاهلي اللي كنا مستنيينه خلال عودتنا مره تانية لمباراه الدوري العام. يعني اقل المباريات اللي لعبناها في الاسابيع الاخيره مباراه النهارده مع الداخليه، زي ما كابتن عادل قال كده، يمكن عدم الثقه من معظم اللاعبين، عدم الانتشار، بدايه الهجمه من تحت، ما حسيناش كده ان 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 في بدايه هجمه فيها ثقه، فيها ربط بين خط الظهر او شريف اكرامي وخط ظهره ثم نص الملعب ثم الجانب الهجومي. النهارده ما شفناش انتشار لعيبه النادي الاهلي اللي احنا اتعودنا عليه، الدوافع حتى في الالتحامات وانت بتدافع، الحاجات اللي كانت بتميزنا ميدو في حته الانقضاض والضغط على الخصم ثم الاستحواذ ثم النقل بعد الاستحواذ للجمل التكتيكيه او التنظيم الهجومي للنادي الاهلي. النهارده ما حسيناش بيه خلال ال 95 دقيقه على شوطين. عايز اقول لك ان الشوط الاولاني يمكن شوط الكور الثابته النادي الاهلي يمكن جات له ثلاث فرص كور ثابته معظمها يمكن فاولات، اول فاول مباشر لاحمد الشيخ اتعمل بشكل مباشر، الفاول الثاني كان بالنسبه لاحمد فتحي صده يمكن محمد صبحي، يمكن التصويبه اللي اتعملت من ناصر ماهر اللي قائم كان قدر ينقذ هدف للنادي الاهلي، دي كانت ممكن تغير شكل واداء النادي الاهلي في الشوط الاولاني. دول يمكن الثلاث فرص اللي كان وصل بيهم النادي الاهلي في الشوط الاولاني. الشوط الثاني طبعا النادي الاهلي وصل باكثر من ست فرص، احرز منها هدف اللي احنا شفناه من كره ثابته بضربه راس بيكمل فيها ايمن اشرف. عايز اقول لك ان التغييرات اللي حصلت في الشوط الثاني هي يمكن خلت شكل واداء النادي الاهلي افضل من الشوط الاولاني. مروان محسن بنزوله ثم معلول في حته الباك ليفت، اطمنا على معلول وبنقول لاحمد فتحي هارد لك، كنا نتمنى ان احمد فتحي يكمل المباراه 90 دقيقه، لكن الاصابه يمكن كانت اعترضت فتحي انه يكمل المباراه في الشوط الثاني.